بين قرية الصراري شرق جبل صبر بتعز وبين قريتي الشعاوري والأهمول بحزم العدين في إب، يتضح الخيط الأبيض من الأسود وتتضح الرؤية لمن أراد فيما يتعلق بحقوق الإنسان بين مسلك المقاومة والميليشيا. فما إن سقطت منطقة الصراري بيد الجيش والمقاومة الشعبية حتى ارتفع النداء بالأمان والسلام للسكان. وتعهدت قيادة المقاومة والجيش بتعز في مؤتمر صحفي بسلامة الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ في الصراري. ما حصل اليوم، الأخوة قادوا العملية بأخلاقية المحارب، دخلوا الصراري، لم تهتك بيت، لم يهتك أرض، لم يقتل طفل. كل ما يروج له الآن ومتروج له الإعلام التابع لعصابة الحوثي هو ترويج خاطر، ترويج خاطئ ومبالغ فيه. نطلب منكم أنتم أن تذهبوا إلى الصراري وتتأكدوا بأنفسكم ما هو موجود. تبخرت حملة الادعاءات الإعلامية التي شنتها طيلة الأسابيع الماضية وسائل الإعلام الانقلابي وأخرى إيرانية عن مظلومية جديدة سعت لترويجها. ونشرت الأخبار عن عملية تطهير عرقي وتهجير وحرق المنازل ومسجد العالم جمال الدين، لكن الحقيقة أن لا شيء حدث من ذلك، وأن صوت الأمان صدح من مسجد جمال الدين نفسه مؤمنا سكان القرية. نحن نطلب منكم أن تذهبوا إلى الصراري وتتأكدوا بأنفسكم ما حصل هو حصل منهم. أسرى يعاملوا معاملة الأسرى، المقاومة كانت في نطاق المقاومة والمقاومة دخلت إلى هذه المنطقة وستظل ضمن المقاومة ويعاملوا معاملة كأسوة بالقرى الأخرى. في المقابل تحضر في الأذهان قرية الشعاوري والأهمول وما حدث ولا يزال في هذه المنطقة المنكوبة بالميليشيا، حيث تواصل ميليشيا الحوثي وصالح تفجير منازل المواطنين من أبناء الشعاوري والأهمول بحزم العدين في محافظة إب. الميليشيا التي كانت قد حشدت المئات من المقاتلين القادمين من صعدة وعمران وذمار وشنت هجوما عنيفا واقتحمت قرى الشعاوري والأهمول، وبعد سيطرتها على المنطقة بدأت بأعمال النهب والسلب لممتلكات المواطنين، وروعت من بقي من سكان الشعاوري من الأطفال والنساء وفجرت 5 منازل. تبدو المفارقة أكثر حضورا بين ما حدث في الصراري وبين قريتي الشعاوري والأهمول، لتؤكد أن الحقيقة هي ما تحدث لا ما تصنعها الدعاية الإعلامية.